بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثامن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بما بدأناه في الدرس السابق عن القرآن الكريم، فإن الحديث عن القرآن لا ينتهي ولا يمل، لأنه كتاب الله الذي أنزله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالله أنزل هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم على هذا الرسول الكريم، على خاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله لأي شيء؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتخرج العالم. من أراد الله هدايته ومن أراد الله به الخير، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الجهل، ظلمات الشكوك، كلها ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات متراكمة. كان الناس قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، كانوا في جاهلية جهلة وفي ضلالة عمية، في ظلمات، ظلمات في عقائدهم، وظلمات في معاملاتهم، وظلمات في أخلاقهم ومآكلهم ومشاربهم، ظلمات الجاهلية، ظلمات الجاهلية. تخرجهم من هذه الظلمات إلى النور. وانظروا كيف عدد الظلمات ووحد النور. تخرج الناس من الظلمات، لأن الظلمات كثيرة لا حصر لها، إلى النور. النور هو شيء واحد لا انقسام فيه ولا تعدد، طريق واحد ومنهج واحد، نور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. عدد الظلمات وجمعها لأنها كثيرة لا تنتهي، مهالك، مهالك كثيرة، ولكن النور واحد وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، طريق واحد لا يضل من سار عليه وتمسك به. وأما من سار مع الظلمات فإنه يهلك في أي واد من أوديتها.
فالله بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن به على المؤمنين لإخراجهم من الظلمات، من أراد الهداية إلى النور وهو صراط الله ومنهجه ودينه، إنه نور، كله نور. فما الفرق بين من يسير في الظلمات ومن يسير في النور؟ الفرق واضح، الفرق واضح بين من يسير في ظلمات متنوعة ومتعددة ولا يخرج من ظلمة إلا إلى ظلمة، وبين من يسير على طريق واضح مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ العاقل يقارن بين الظلمات والنور. ما كان عليه الكفار والجاهلية فإنه ظلمات توارثوها وساروا عليها من غير دليل ومن غير برهان من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي عادات وتقاليد توارثوها بعضهم عن بعض وزينتها لهم شياطين الجن والإنس. وكلها ظلمات، وإن زعم أهلها أنها تقدم وأنها رقي وأنها حضارة فهي ظلمات. كل شيء لا يؤدي إلى الله جل وعلا وإلى جنته فهو ظلمات، ومآله للهلاك. فجميع الكفار الآن وقبل الآن، جميع الكفار في كل الأزمان والأمكنة كلهم في ظلمات، وإن زعموا أنهم أمة حضارة وأمة تقدم وأمة رقي، فربما تكون حضارتهم ورقيهم وبالا عليهم ولا تنفعهم عند الله شيئا، فهي ظلمات. وقد بعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس بهذا الكتاب الكريم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. الأمر راجع إلى الله، من أراد الله هدايته وفقه وهداه وبشرعه سبحانه وتعالى، فإنه شرع لهم طريق الخير ووضح لهم سبيل الرشاد، وما ترك شيئا يقربهم إليه وإلى جنته إلا وبينه لهم. إلى صراط العزيز الحميد، هذا تفسير للنور. ما هو النور؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما هو النور؟ صراط، صراط العزيز الحميد وهو الله سبحانه وتعالى. العزيز يعني القوي الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، ومن اعتز به ولجأ إليه فإنه يحميه ويحفظه ولا يقدر أحد على أن ينال منه، لأنه لجأ إلى عزيز وإلى قوي، بخلاف من لجأ إلى غير الله من الأصنام والأنداد والأوثان والطواغيت فإن هذه ذليلة، ومن لجأ إليها فهو ذليل وهالك. إلى صراط العزيز الذي عز كل شيء وقهر كل شيء، فهو الغالب سبحانه وتعالى.
لكل شيء، الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى في أفعاله وأسمائه وصفاته، ومحمود على كل أفعاله سبحانه وتعالى لأنها تدل على كماله جل وعلا وعلى نفع هذه الشرائع التي شرعها وهذه الطرق وهذه الطريق التي وضحها سبحانه وتعالى. فأسماؤه وصفاته محمودة جل وعلا، وأفعاله محمودة جل وعلا، وأحكامه محمودة كلها محمودة، تشريعاته سبحانه وتعالى كلها محمودة، لأنها من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى مادحا هذا القرآن ومبينا عظمته: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن، لو أن قرآنا وهو هذا الكتاب سيرت به الجبال لسارت بأمر الله سبحانه وتعالى، أو قطعت به الأرض إلى بساتين وأنهار وأزهار وحدائق، أو كلم به الموتى، الميت لا يسمع ولا يتكلم، لكن لو أراد الله جل وعلا لكان هذا القرآن ينطقه بقدرته سبحانه وتعالى ولعظمة هذا القرآن. فلو أن كتابا هذه أوصافه لكان هذا القرآن لا غيره. وقال سبحانه وتعالى في الآية الثالثة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن، هذا القرآن الذي بين أيديكم بين دفتي المصحف، فالإشارة إلى شيء موجود بين أيديكم. إن هذا القرآن يهدي يعني يدل ويرشد للتي هي أقوم، أي للطريقة القيمة المستقيمة والصراط المستقيم. فالقرآن يدل على الصراط المستقيم والمنهج السليم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يسير على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة فليتمسك بهذا القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوى. فإذا أردت السير على الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة فتمسك بهذا القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوى في كل النواحي. يهدي للتي هي أقوى في العقائد، لأنه يأمر بعبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه، والله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو يهدي للتي هي أقوم في العقائد، بحيث تصبح عقيدة من تمسك بهذا القرآن عقيدة صافية سليمة، لأن القرآن جاء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذه هي العقيدة السليمة. فمن وحد الله جل وعلا وأخلص العبادة له وتجنب الشرك فإنه يكون
على منهج سليم في عقيدته. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما أخبر سبحانه أن من آمن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بين سبحانه وتعالى نتائج ذلك بأن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فإن الله يكون وليه يتولاه، ومن تولاه الله فلا خوف عليه، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والشك والجهل والضلال والحيرة والاضطراب والقلق، إلى النور وهو الحق والعيشة الحميدة في الدنيا والآخرة. هذا من آمن بالله وكفر بالطاغوت. أما من عكس الأمر فآمن بالطاغوت وكفر بالله، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، يدعونهم إلى الخروج من الإسلام، يدعونهم إلى الشهوات المحرمة، يدعون النساء إلى هتك الحجاب وإلى الاختلاط بالرجال وإلى التبرج بالزينة، يخرجون الذكور والإناث من النور إلى الظلمات. هذا في كل زمان ومكان، هذه مهمتهم، هذه مهمة الطاغوت وأعوان الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت، من الطغيان وهو الخروج. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، شوف يخرجونهم جمع، طاغوت لفظ مفرد ولكن معناه جمع، لأن الطواغيت كثيرة ما هو طاغوت واحد، ورأس الطواغيت إبليس لعنه الله، ومعه شياطين الإنس والجن كلهم طواغيت، وكلهم مهمتهم واحدة هي إخراج الناس من النور إلى الظلمات. تأملوا يا عباد الله، اعرفوا أعداءكم، اعرفوا أعداءكم حتى تحذروا منهم، ولا تحسبوا أن هؤلاء الطواغيت أنهم انتهوا وانقضوا وهذا وقت نزول القرآن فقط، لا، الطواغيت لا أن تقوم الساعة من أجل الابتلاء والامتحان، وكل ما تأخر الزمان فإنها تكثر الطواغيت وتكثر الفتن ويقل أهل العلم، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذا في كل زمان وفي كل مكان، ما انتهى ولا انقطع، ويأتونهم من كل طريق ويحسنون لهم القبيح ويقبحون لهم الحسن ويصدونهم عن سبيل الله، جادين في الليل والنهار في دعاياتهم، يسخرون وسائل الإعلام
يسخرونها لهدم الأخلاق وهدم العقائد وهدم كل ما مع المسلمين من خير إن استطاعوا إلى ذلك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عاقبتهم وهذا مصيرهم هم ومن اتبعهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ذكر الخير والشر وتعاقب الخير والشر تداول بينهما، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخير وسئل هل بعد هذا الخير من شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيه. وقال سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار، يعني الكفار لما حرم النكاح من المشركة حرم نكاح المشركة وحرم إنكاح المشرك من المؤمنة، قال جل وعلا أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال عن الشيطان يدعو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقوله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، أي دعاة الضلال ودعاة الشرك والكفر، هؤلاء هم الطواغيت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من الإسلام إلى الكفر، ومن الأخلاق الحميدة إلى الأخلاق الذميمة، ومن أكل الحلال إلى أكل الحرام، إلى الربا، إلى القمار، إلى السرقة والنهب، إلى أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا من دعايات الطواغيت. وهذا لا يزال قائما ومستمرا إلى أن تقوم الساعة، مداولة بين الحق والباطل وبين دعاة الحق ودعاة الضلال، مداولات للابتلاء والامتحان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في العقائد، لأن العقيدة هي الأساس، فيعرف بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته ووجوب عبادته وترك عبادة ما سواه، يهدي إلى هذا، إلى تصحيح العقيدة. فالمؤمنون يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون ربهم من كتابه الذي أنزله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الضلال وأهل الكفر والشرك فيأخذون عقائدهم، يأخذونها عن شياطين الإنس والجن، عن التقليد الأعمى وما وجدوا عليه آباءهم، ويستجيبون لدعاة الضلال ويؤسسون عقائدهم على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الفلسفة وعلم، ويعرضون عن أخذ العقيدة الصافية من الكتاب ومن السنة النبوية. يهدي للتي هي أقوى في العقيدة
يهدي للتي هي أقوم في العبادة، فيبين للناس كيف يعبدون ربهم العبادة التي يرضاها لهم سبحانه وتعالى. فالعبادة توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة، فلا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا عرفت أنه جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه بدليل من الكتاب والسنة، وما لم يكن له دليل من الكتاب والسنة فلا تتقرب إلى الله به لأنه بدعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويهدي للتي هي أقوم في المعاملات، البيع والشراء، المعاملات الصحيحة المباحة والمعاملات المحرمة. فأباح الكسب الحلال وطلب الرزق من الوجوه المباحة، ونهى عن الكسب الحرام، حرم الربا وحرم الميسر وحرم الخداع والمكر والحيل، وحرم نقص المكاييل والموازين وبخس الناس حقوقهم، وأمر بالوفاء في المعاملات. ويهدي للتي هي أقوم في الأخلاق السلوك، فيأمر سبحانه وتعالى بالأخلاق الحميدة، يأمر بالكرم والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. يهدي للتي هي أقوم في اللباس، فيبين للرجال ما يلبسون ويبين لهم ما يتجنبون، أحل لهم الملابس التي تجملهم وتستر عوراتهم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وحرم على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب، حرام على ذكور هذه الأمة لبس الحرير ولبس الذهب ولبس ما فيه صور وحمل الصور، كل هذا مما يعني في الملابس، كل هذا مما حرمه الله في الملابس. ونهى الرجال عن الإسبال والخيلة في اللباس، ونهاهم عن التشبه بلباس الكفار ولباس النساء، وكذلك النساء أمرهن بالحجاب، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة عليها حلي في رجليها تحت الثياب فلا تضرب برجلها علشان يسمع الرجال صوت الحلي من تحت الثوب. فكيف بالتي تكشف عن ساقها وتكشف عن
عن ذراعيها وعضديها وتكشف عن صدرها ونحرها وتكشف عن وجهها وعن رأسها، هذه من أتباع الشيطان، وهذا لباس أتباع الشيطان، فهو بين للناس ما يصلحهم ونهاهم عما يضرهم، ومن ذلك في اللباس. ومسألة النساء هي أخطر شيء على الرجال بعد خطر الكفر والشرك، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فخطر النساء خطر عظيم إذا لم يتقيدن بالأوامر الشرعية، ولم يستجبن لله ولرسوله، ولم يقبلن الخير والتوجيه، وانخدعن بحضارة الغرب ودعايات الكفر ودعايات السفور، وطلبنا التحرر من الشرع، طلبنا التحرر من أحكام الشريعة إلى الإباحية وأحكام الكفر، حصلت الكارثة. سائهم حصلت الكارثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق، أمر بالكرم والجود والإنفاق في سبيل الله، وأمر بالإحسان، وأمر بالمعاملة الصالحة والمعاملة الطيبة بين الناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فكل أوامر القرآن كلها خير، وكل نواهيه هي نواه عن شر وعن عواقب وخيمة، فهو يهدي للتي هي أقوم، ويحذر من طرق الضلال وطرق الفساد وطرق الخسار والبوار في الدنيا والآخرة. هذا هو القرآن العظيم الذي بين أيدينا، لو تأملناه وتدبرناه وعملناه وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن الله خاطب بهذا القرآن الجبال الصم، لو وجه الخطاب إليها لخشعت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، لأن الجبل يعرف ربه ويخشع لله سبحانه وتعالى. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالجبل يلين مع القرآن، ولكن قلب ابن آدم لا يلين مع القرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق، وإن من الحجارة لما
يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله فالجبال والحصى والجمادات لها إدراك، تعرف ربها سبحانه وتعالى وتنقاد له وتخشع له وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الذي خلقها هو الذي يعلم تسبيحها سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزهه، فكل هذه المخلوقات تنزه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وتنطق بتسبيحه سبحانه وتعالى بتسبيح يليق بها. لكن بنو آدم لا يسمعون هذا التسبيح، وقد يسمعهم الله شيئا من ذلك كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أسمعهم تسبيح الحصى بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. لرأيته خاشعا متصدعا، متصدعا الجبل الأصم القاسي يتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى، وقلب ابن آدم لا يخشع ولا يلين ولا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لقسوة قلوب بني آدم الذين لم يستجيبوا ولم يصغوا لهذا القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن يحتاج إلى عناية من المسلمين، هذا القرآن الذي هو سعادة المسلمين وطريقهم إلى الله يحتاج إلى عناية. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن وتعلمه، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا فيه الحث على تعلم القرآن، ولا يكفي أن الإنسان يتعلم القرآن بل لا بد أن يعلمه لغيره أيضا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم إذا تعلم القرآن وعلمه هذا لا يكفي، بل لا بد أن يتدارسه وأن يكرره ويتلوه ويكثر من تلاوته. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون تجارة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فهذا ثناء من الله على الذين يتلون كتابه، يتلونه يقرؤونه ويدرسونه ويكثرون من تلاوته. ولا تكفي التلاوة، لا يكفي تعلم القرآن ولا تكفي تلاوته، بل لا بد من العمل به
ولهذا قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. فالقرآن إنما أنزل للعمل، ولكن تعلمه وتلاوته وسيلة، وسيلة إلى العمل به. أما من وقف عند التلاوة فقط أو عند تعلم القرآن فقط ولم يعمل به، فإن هذا القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة ولا ينتفع به، مع أنه يقرأه ويحفظه في صدره ويحسن تلاوته، لكن إذا لم يكن يعمل به فإنه لا ينتفع به. فالأمر بتعلم القرآن والأمر بتلاوة القرآن، وأيضا ما يكفي التلاوة المجردة وهي المرور على كلمات القرآن والسور وختم القرآن من أوله إلى آخره، ما يكفي هذا، فلا بد من التدبر. تقرأ وتتدبر وتراجع تفسير الآيات التي قرأتها. أما التلاوة المجردة من غير تدبر فإنها لا تنفع صاحبها، لأنها لم تؤدي الغرض المطلوب منه. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، يعني يتأملونه ويطلبون تفسيره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني يتأملون آياته وما تدل عليه ويتعرفون على معانيها، وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من تدبر القرآن، تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. مجرد التلاوة والتغني بالقرآن وتحسين الصوت هذه أمور طيبة، لكن ما هي المقصودة؟ المقصود ما بعدها وهو التدبر والعمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تدبرت القرآن وجدت بعضه يصدق بعضا وبعضه يشبه بعضا، كتاب متشابه ويوافق بعضه بعض ولا يختلف أبدا، لأنه من عند الله جل وعلا، بخلاف كلام البشر فإنه مهما أوتوا من قوة البيان والفصاحة يحصل عندهم تناقض، كلامهم يتناقض، لكن كلام الله جل وعلا لا يتناقض أبدا. صدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. فإذا اشتبه عليك معنى آية ارجعها إلى الآية الأخرى التي تفسرها، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم القرآن وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
والذي أنزل عليك الكتاب وقسمه إلى قسمين، منه آيات محكمات واضحة المعنى ما فيها إشكال، وهناك آيات محتملة فيها احتمال لها معاني متعددة ولا يدرى أي هذه المعاني المقصود، هذا يرد إلى المحكم ويفسره لأنه كلام الله يفسر بعضه بعضا. ولهذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب، فيفسرون كلام الله بكلام الله جل وعلا، يرجعون المحكم إلى المتشابه، المطلق إلى المقيد، المجمل إلى المبين، العام إلى الخاص، الناسخ المنسوخ إلى الناسخ. هذه طريقة الراسخين في العلم. أما الذين في قلوبهم زيغ فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم والعياذ بالله لأجل الفتنة، ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. نقول لهم لا، ما استدللتم بالقرآن، لأنكم ما أرجعتم المتشابه إلى المحكم. الاستدلال بالقرآن مو أنك تأخذ أي آية تستدل بها، وإنما الاستدلال بالقرآن أن تنظر بين المحكم والمتشابه. وهذه طريقة ما يهتدي إليها إلا الراسخون في العلم. فالقرآن يفسر بالقرآن، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد في القرآن تفسير للقرآن يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، فهو المبين صلى الله عليه وسلم، وقد بين غاية البيان، فيرجع إلى سنته. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، فهي في الدرجة الثانية بعد القرآن، لأنها وحي من الله جل وعلا، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لم تجد تفسير الآية في القرآن اطلب تفسيرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في القرآن، الله أمر بالصلاة ولكن لم يبين عدد الركعات، ولم يبين ما يقال في الصلاة ولا ما يفعل في الصلاة. ما الذي بين هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، راجع السنة. الله أمر بإيتاء الزكاة، لم يبين سبحانه، لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يبين النصاب الذي إذا بلغه المال تخرج زكاته، ولم يبين متى تخرج الزكاة. كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، بين كيف تؤدى الزكاة وكيف ومتى تجب وما مقدار الزكاة. أيضا الله ما بيّن مقدار الزكاة، بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا كثير في القرآن بيّنته السنة المحمدية ولله الحمد. طيب، إذا لم تجد في السنة، بحثت في القرآن ما وجدت، بحثت في السنة ما وجدت، وين تروح؟ ترجع إلى كلام الصحابة، تفسير الصحابة، لأن الصحابة أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتفسيرهم للقرآن حجة لأنهم تلاميذ الرسول وأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما وجدت شيء من كلام الصحابة، ترجع إلى كلام التابعين، إلى كلام التابعين وهم تلاميذ الصحابة، لأنهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يفسر بالقرآن، فإن لم تجد يفسر بالسنة، فإن لم تجد يفسر بأقوال الصحابة، فإن لم تجد يفسر بأقوال التابعين. فإن لم تجد في هذه ما
المصادر الأربعة فسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، نزل بلسان عربي مبين. أما تفسير القرآن بالرأي وتفسير القرآن بغير هذه الطرق فإنه لا يصح ولا يجوز، لأنه قول على الله بغير علم، فلا يجوز للإنسان يتخرص في تفسير القرآن دون أن يرجع إلى مصادر التفسير الصحيحة، وإنما يرجع إلى ذهنه وفكره أو إلى قول فلان وعلان، أو يرجع إلى النظريات الحديثة كنظرية الأطباء والفلكيين، وما ما هذه ما تفسر القرآن، ولا يجوز أن تجعل تفسيرا للقرآن وليست هي من طرق التفسير المعروفة للقرآن. كلام الله يصان عن العبد ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجب على المسلمين نحو هذا القرآن الذي أنزله الله لسعادتهم وهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يقول أحد الصحابة، يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات، أظن عثمان رضي الله عنه، لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنه، وهذه عنايتهم بالقرآن، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيهن ويعرفوا العمل بهن، فجمعوا بين تعلم القرآن وتعلم تفسير القرآن وتعلم معاني القرآن. ولذلك كان تفسيرهم حجة، كان تفسير الصحابة حجة كما مر قريبا. ولا نجاة للمسلمين ولا عز للمسلمين ولا خروج للمسلمين مما هم فيه الآن من الويلات ومن الذلة والمهانة ومن تسلط الأعداء إلا بالرجوع إلى هذا القرآن والعمل به، ليس لهم طريق إلا ذلك. فإذا أرادوا الخروج من هذه الفتن وهذه المحن وتسلط الأعداء عليهم فليرجعوا إلى القرآن ويعملوا به ويطبقوه ويحكموا به بين الناس، وينبذوا ما خالفه من الآراء والأقوال والقوانين وجميع ما يخالف القرآن ينبذه المسلمون، ويعملون بالقرآن عملا صحيحا، حينئذ يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، يخرجهم من هذه الحالة. أنتم تعلمون وكل يعلم حالة العرب قبل نزول القرآن، أن العرب في الجزيرة كانوا مشتتين متناحرين فيما بينهم، وكانوا سلباً لأعدائهم، اليهود من جهة والنصارى من جهة والمجوس من جهة، وخطفهم الناس كما قال الله سبحانه: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هذه حالة العرب. فلما جاء هذا القرآن وتمسكوا به وعملوا به خرجوا على العالم غزاة ومجاهدين في سبيل الله، ونصرهم الله على بلاد فارس والروم واستولوا على المشارق والمغارب. العرب الذين كانوا بالأمس مهانين مستذلين صاروا سادة العالم بأي شيء؟ بهذا القرآن، بهذا القرآن العظيم. وصدق الله جل وعلا
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لما إن المسلمين قل عملهم بالقرآن أو تهاونوا بالعمل بالقرآن أفضت حالتهم إلى ما ترون الآن، ولن يعود لهم عزهم وقوتهم وهيبتهم إلا إذا رجعوا إلى هذا القرآن العظيم وإلى سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو طريق الصلاح والفلاح، طريق موجود وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان القرآن في الرفوف فقط، يطبع ويحط في الرفوف أو في الصناديق ويزخرف المصاحف وتزين وتنمق ويتغنى فيها بالتلاوة، لكن ما في عمل، ما في فائدة، ما في فائدة. السنة مهجورة، السنة بيننا مهجورة، ما في فائدة، ما في عزة ولا صلاح إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نتلقى تعاليمنا ونتلقى أنظمتنا ونتلقى كل ذلك نتلقاه من أعدائنا ونترك القرآن ونترك السنة، فكيف نرجو النجاة؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. فالذي أخرج الله به جيل الصحابة ومن بعدهم من الظلمات إلى النور هو الذي يخرج المسلمين في آخر الزمان من الظلمات إلى النور. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكون القرآن موجود بين أيدينا والسنة موجودة بين أيدينا ما يكفي هذا، لابد من الرجوع إليهما والعمل بهما. أنت لو كان عندك سلاح، أفتك سلاح حطه في البيت ولكن ما تستعمله، مسنده، وجاء اللص أخذ ما في البيت والسلاح مسند ولا يفيدك شيء. لكن لما تأخذ السلاح بيدك وتقابل العدو، حينئذ تنتصر عليه. إذا استعملت السلاح نفعك، أما إذا سندت السلاح وجعلته في مكان ولو كان أفتك سلاح يلعب بك الأعداء واللصوص. وهكذا نحن مع القرآن، القرآن في صدورنا حافظينه، وفي بيوتنا وفي مساجدنا، والسنة النبوية موجودة وبأجود إسناد ولله الحمد ومحفوظة. لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لابد من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدون هذا لا عزة للأفراد ولا للجماعات ولا للمجتمعات إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن: هو حبل الله المتين والصراط المستقيم والذكر الحكيم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من هذا، وهذا خبر من الله أقسم عليه سبحانه وأصدق القائلين: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن إذا حكمنا القوانين الوضعية في المنازعات، وحكمنا أقوال الرجال في المذاهب وفي الأقوال، حكمنا أقوال الرجال وتركنا الكتاب والسنة، من أين يأتينا الهدى؟ حكمنا أقوال الرجال واتبعنا
كل تبع مذهبا أو منهجا يخالف الكتاب والسنة، من أين تأتينا الهداية؟ أين تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وفي الحديث: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا واقع مشاهد منذ أن أعرض كثير من المسلمين عن كتاب الله حصل لهم ما حصل. وفي هذه البلاد ولله الحمد لما قامت على التوحيد والعقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم واتباع السلف أعزها الله بين الأمم، أعزها الله بين الأمم ومكنها ومنحها الأمن، كما قال تعالى: الذين إمك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا نجاة للمسلمين إلا بالذي نجا به سلفهم، وهو التمسك بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ابتغوا الهدى من غير الكتاب والسنة أضلهم الله وجعل بأسهم بينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.